واو، يعني اليوم مطبخنا بشهي فعلا. بونجور جاز. بونجور ان. كيفك اليوم؟ رواق، انت ينعاد عليك. وعليك، ثانك يو. خبرنا اليوم الروسات مظبوط اليوم. لانه صار لنا قديش فتره الصيام كلها ما عملنا لا دجاج ولا لحمه. مظبوط. اليوم رح نعمل دجاج، رح نشوف كيف رح نشتغله، كيف رح نربطه، كيف رح نشويه، ورح نعمل له جارنيتور بالبطاطا. وجايبين نوعين مشروم، عندنا بلوروت، عندنا شامبينيون دو باري، وعندنا فواجرا. هلا رح نشوف الفواجرا كيف رح تدخل فيها. رح نعمل لها صوص بدبس الرمان والحامض، رح نغليها بس يظهروا الدجاجات، رح نحطهم بالبرزنتيشن ونرجع ناخذ كل هالصوص ونسقيها فيها. حلو. تنزل عليها للدجاجه وتنزل على البطاطا. خلينا ديركت نبلش. هون عندنا دجاجه رح نملحها. هيدي مش دجاجه، هيدي دجاجه. ايوه. كثير سمباتيك الدجاجه صغيره. هي تقريبا عم نحكي عن 800 جرام. يعني الدجاجة صغيرة. هي كل ما صغرت كل ما أطيب، كل ما طريت. هيدي زبدة. زبدة على الحل حطيناها. مزبوط. طماط شايلينها قبل بساعتين لبرا. ملحنا الدجاجة من برا ومن ملحنا وهلا رح نحط بهار. وشو عم نحط؟ شوية مواد عطرية، شوية جزر، شوية كرات، شوية كرافس، شوية جزر، ورق غار، شوية بصل، ورق غار. اوكي. هلا رح ناخذ هالخيط. هالخيط. سو بنبلش بالاجرين. قصتها كثير بسيطة. مظبوط. بس نبرمها هيك. برمي. بدنا نمرقها على الكتف. هلا هي زغطورة ما كثير بدها. هلا ايه، هي بس حتى الاجرين يضلوا واقفين. مظبوط. يضلوا الاجرين شكلهم مرتب. اوكي. هلا نحن اكيد نحن فوتنا قبل الهواء دجاج على الفرن، لان عم نحكي عن وقت هو ساعة بالفرن أو 50 دقيقة. هون من برا ما في لزوم ندهن بشيء. رح ادهن. هلا رح تشوف شو رح أعمل. أوكي. رح ناخد ملعقة صغيرة، رح ناخد شوية زيت زيتون بالبول، رح ناخد بابريكا. بابريكا بزيت الزيتون. مزبوط. هيدا شو بيعطي اللون؟ بيعطي اللون. هلا رح تشوفي عن شو عم نحكي. لون شغلة يعني. بتعرفي شو؟ حطي لي شوية بهار تما ارجع اشلح الكفوف. كتير منيح. إذا بتلاحظي كترت بابريكا لدرجة الزيت سمك شوي. ايه. يعني صار الليزون أكثر من المرهم. ليكي شو عملنا؟ هلا رح تفوت هيك على الفرن. هلا هي أنا ما رح أدخلها على الفرن. لأنه يعني بدها تقريبا 50 لساعة، 50 دقيقة لساعة. ولا؟ عم نحكي. بتنشيف؟ ما بتنشف أكيد. بس ليه هالقد بدها؟ بدها دجاجة، لأنه عم نحكي فرن بيت. لو فرن صناعي عم نحكي عن 30 دقيقة، 35 دقيقة هيك دجاجة. هلا أي حرارة جد؟ عم نحكي حرارة 160 درجة. أكتر. ما كثير عالية. ما كثير عالية، نحن دائما بآخر 10 مينتس من الطبخ بدنا نشوف الدجاجة إذا بدها تيونينج للون. يعني بدنا نعلي الحرارة أو أخذت لون زيادة بدنا نخفف ونرجع نغطي. بس واحد بصير عارف الفرن تبعه بصير حافظ له حرارته. بس هيدي ما بدها تغطي. نو ابدا بلا تغطيه. هلا ديركت نحن حندخلها. ما بتنشف. نو رح ندخلها على البراد. نحن ما رح نستعملها لان انا من 50 دقيقه فوتت. هلا ما بعرف اذا هول مبينين بعاد شوي. هلا انا ما رح شيلهم. هلا لا ما بدنا نشيلهم، بدنا نشوفهم عم بعيد. رح نشيلهم على البرزنتيشن. رح نشوف لونهم. دجاجتين لونهم رائع صار بالفرن. هلا انا رح ضبضب شوي، رح بلش بالجرنيتور وبالصوص. نرجع اخر شيء بنروح على البرزنتيشن، بنشيل الدجاج من الفرن، هيك بنكون شفنا. سو الدجاجه لما تخلص رح نخليها على شكلها مثل ما هي. مثل رح ما هي. تجي على البطاطا اللي هلا رح نبلش فيها. اوكي. مع المشروم، مع الفواجرا، وبنفس الصوص رح نقلع. بنفس الوقت رح نقلع بالصوص على جنب حتى يطلعوا مع بعضهم. البطاطا مسلوقه؟ بطاطا اكيد مسلوقه. هلا نحن بس بدنا نعملها سوتيه لنعطيها طعمة الشوي إذا بدك من المقلاية. أوكي. واللون شوية لون. صح. وما في لزوم نقطعها إذا كنت أكبر من قطعها ما بحاجة، لأنه حبتها حلوة صغيرة. أوكي. إذا بدنا نقطعها بدها تفرفت شوي بالقلب. هلا أنا رح حط بطاطا لدرجة إنه نقدر نرجع المقلاية تستوعب شوية هالمشروم تما تصير أوفرلودد، وهن أصلا كميتهم بتكفي للجاط اللي بدنا نعمل له برزنتيشن. يلا بعد حبتين وخلص. لكن بطاطا خلص
رح ناخد قشرة حامض، رح ناخد شوية ورق غار، رح ناخد شوية رومارا. هلا هول كلهم رح نرجع نشيلهم اللي حطيناهم هلا. عم نحكي عن ورق الغار، عم نحكي عن قشر الحامض. ما بعرف شو وقتنا صار. هلا بهالوقت رح بلش بالصوص. رح ناخذ زبده بدنا نفقسها على النار. دائما بس بدنا نعمل صوص بالزبده مش مفروض ناخذ زبده نحطها ندوبها ونحط لها الحامض ديرك، مفروض تتفقس الزبده مثل ما هلا رح نعمل، يعني تنطبخ حوالي دقيقه هلا من بعد ما تحمى. بس بدنا ننتبه انه ما تحترق كمان، مش هيك؟ مزبوط. لكن اذا بتلاحظي بلشت البطاطا تاخذ لون. اوكي هلا نحن شوي شوي منزيد الشامبينيون معهم. مزبوط. اوكي حتى الفلورات رح اكسرها كسر بايدي لانه ما بدي اياها كثير تصغر بتدوب. بهالوقت خليني اخذ هالكزبره، خلي هولي بلكي من زين فيهم. اذا بتلاحظي فرمت كزبره، كترت كزبره، خشنتهم. انا هون الثوم، عندنا عصير حامض، عندنا كزبره، عندنا التومات، عندنا دبس رمان بجننوا. رح ناخذ شويه بهار، شويه ملح، خليهم حدنا. سو كزبره وثوم وحامض كمان. خفف شوي مشروم بلوروت. يعني الزبده يا جاد لما نطبخ بالزبده لازم نحميها شوي تطلع هالطعمه. هلا حسب شو عم نطبخ، يعني نحن هلا اليوم لانه لما نحط الشيء دغري على الزبده بارده ما بدنا نعطي طعمه الزبده للصوص، بس تتفقس طعمتها اكيد بتتغير. تتغير حتى ريحتها اذا بتلاحظي هلا بلشت تتبين. اكيد انه شويه نوازات يعني. مزبوط. لكن حطينا هون مشروم وشو بدنا نحط؟ انا خايفه تلطع هاي. لا لا ابدا. لك شو رح نعمل؟ كل هالتومات. اوكي هلا بمجرد ما تلون الثوم، بمعنى تلوح عم نحكي عن كم ثانيه، رح ديركت نحط له الحامض، نحط له دبس الرمان ونتركهم يغلوا. اوكي هيدي رح تكون الصوص لل لهيدي الخلطه للدجاج. للدجاج. اوكي خفف نار ولا لا شو؟ لا هيدا المطلوب. اوكي ثواني كزبره يا حامض، كل هالحمضات عم نحكي تقريبا عن 3 ربع كبايه. رح نتركهم يغلوا. كميه منيحه. صح رح نتركهم يغلوا، رح نحط بهار اسود كثير. دائما كل شيء الباز تبعه حامض او في كميه حامض بياخذ طيب ملح منيح، يعني كميه الملح بتذوب دائما. هون شو خلص؟ هون يخففي لدرجة بس انه يضلوا يغلوا. ثواني جاي لعندك بدي احط دبس رمان فوقهم. هون عم ينطبخوا على رواق، ما بعرف قديش وقتنا قبل ما نطلع. شو وقتنا شباب؟ بريك. هيدي هون وهيدي. لكن هون فقسنا زبدة، خمس دقايق قلينا، رح حطهم كلهم. قلينا ثوم، قلينا كزبره، رجعنا حطينا حامض، حطينا ملح بهار، دبس رمان. هاي الصوص هول هن الانجريدينتس تبعها، ما بقى في شيء رح نضيفه. اكيد شوي عظيمه هالصوص، تيونينج يمكن بس ملح وبهار. هلا بس هيدي ما حيلا دجاجه مشويه طيبه. هلا انا كترتها شوي لتشوفي هلا بالاخر رح اخذها باللوش بس بدك نعمل برزنتيشن. يعني بدي احطها على الدجاجات هني وبالجاط، يعني الصوص رح تبقى بالجاط بكعبه. مزبوط. واو طرشنا الدنيا. ما بقى السير ضمن الطاولة أو ضمن التياب صاروا كمان الاثنين. لكن الصوص بدنا نتركها تغلي يمكن دقيقتين. اوكي هوني ثواني رح بلش حط الفواجرا بس لحتى يدبل بعد
الشامبينيون، شوي المشروم. الفوغرا كيف رح ينخلط معهم؟ رح يضلوا شقف ولا كيف؟ مزبوط، رح نحطه شقف شوي كبيره، هو رح يدوب يعني. رح يدوب بس مش لدرجة إنه يدوب على الآخر، يعني ما بدنا نحطه هلأ حتى يبقى يدوب يعطي شوية نكهة للبطاطا وللمشروم ويضل مبين شوي. هوني شو بدنا نعمل ريدكشن ولا مش هيدا المطلوب؟ بلا، بس عم نحكي يمكن عن 20-30% إيه، مش إنه بدنا كتير نخففها. أنا بهالوقت رح شيل الدجاج من الفرن، ما زال هون عندنا بعد حوالي دقيقتين ليخلصوا اثنين يطول. يلا بس خلينا نخفف شوي، بهمنا نفرجي للمشاهدين شو صار بالدجاج من بعد. شوفهم للدجاجات ايه هلا قديش هالطريقه تينا بسيطه تبع البابريكا والزيت، بس هلا رح تشوفي عن شو عم نحكي. يعني دائما بنشتري دجاج من بدك تاكل الجلده ايه لانه استويت وصارت كريسبي، بطلت تشوي يعني. يعني دائما بنشتري دجاج بنستحلي لونه من المحل، بس هلا عم تشوفي عم نحكي عن شيء على الاكيد لونه احلى. سو هيدي مشاهدينا سر اللون للدجاج، بس هلا بنبرمها بعد شوي كمان. هو زيت زيتون مع بابريكا، بس بدكم تكتروا البابريكا تا يسمك المزيج. رجعنا دهنيها اكيد من برا. هلا ما في شك انه فينا نعملها بلا بابريكا، بس شو بصير عنا حسب حراره الفرن بتلاقي اوقات الصدر مش قارة يمكن مزبوط، وميلة الفخاد ما كتير يعني بتلاقيه مبرقح الدجاجه. فهون اذا بتلاحظي اوموجين اكثر، كتير اوموجين بين الصدر والفخذ. هلا رح نبرمها شوي شوي مثل الاوتو برونزون هون عملنا للدجاجه ليكي. واو روعه. طيب بجنن. لكن الصوص دقيقه بتخلص. أوكي. ما رح نستعملها غير للبرزنتيشن، بس نعمل البرزنتيشن رح ناخذها ونحطها على الدجاجه. رح اساسا نحطها على الدجاجه هي وسخنه. هلا هي حلوه نكترها شوي نحطها على جنب، بس يجوا ضيوفنا نحط الجاط نسقي الدجاج ونترك صوص السايد للي بده يزيد اكثر. اوكي انا شو رح اعمل؟ رح احط كفوف بايدي اللي عم بدي اخذ هالفواجرا تفرفطهم وكسرها فوق البطاطا حتى البطاطا خلصت. حلو. اذا بتلاحظي عم حط الفواجرا قبل بدقيقه من انه نشيلها انجا كم قلبي يعني تنحافظ عليها. حتى هيدا الفات بنستعمله، يعني هو هيدا الفات النكهه فيه كله بيعطي طعمة. رح ياخذ بعد شقفه نص هي يا هاي خليها. هلا رح نحركهم على رواق. هيدي بزيادة هيك سميكتها. يلا خليها بعد ثواني هيك. بعد. رح انا حاطط الكفوف، رح شيل الرمرة، رح شيل ورق الغار، رح شيل قشر الحامض. وين بعد فيه تنقدر نخلطها مرة واحدة. يلا مبدئيا هلا اذا بين شيء هي شو هون؟ حامضه كامله هي ما بين يا لكن فواجرا خلص. لكن رح انا طفيتها. انت طفيت هون رح نطفي كمان على الصوص ثواني نرجع على البرزنتيشن بعد البريك على التيستينج كمان. يعني مش المطبخ اليوم فينا نقول. الله شو بتحب لون صحن جاد طيلبق مع ال هلا اللي بدك اياه انت شو على بالك؟ ذهبي؟ ايه يعني مش كثير معك وقت لتنقي الصحن. تينا ليك شو رح اعمل؟ رح اخذ كل هالصوص. اليوم عيد لا؟ بس انا ما معك وقت لو ما عيد. حطينا البطاطا والفواجرا، اذا بتلاحظي الفواجرا حطيناه وطفينا. ضل مبين شقف، اخذنا الدجاج. فكينا الحبال حطيناه هون. حلوين هالدجاجة. رح ناخذ هالصوص. هلا منيح ننقي الدجاجة كثير صغيرة. ايه. قد ما فينا صغيرة كل ما اطيب. واو. مثل ما قلت بنخلي باقي الصوص على جنب على الطاولة. هي هيك. هي تعتبر هينة. الروسات هينة، ما فيها شيء صعب، هي قصة وقت بالفرن. ايه بس مش أكثر يعني. يلا.
هاد الصوص هالقد بزياده هلا. والبطاطا فيهم ينسلقوا قبل بوقت. من ميلة منا يعني فيها طعمات كثير ميلة كثير. هيك شو رح اعمل هلا؟ اخذ كل هالورق هيك بكل بساطه ونكبهم هيك. واو وهالجاط لابق كمان. هالجاط لانه فخار وهلا الترند انه الفخار يكون ملون. ايه اذا بتلاحظي من جوا لون ومن برا لون. هاي الرسات هلا هيدي شو بنعمل فيها؟ هلا عندي الدواء عندي يلا بس خليني شوية هيك زيت يوم كمان فريشنس. واو شو حلوة يلا رائع. خليني بلش رح احط لكم جارنيتور وبرجع بقص الصدر او فخذ ما بعرف شو عبالكم. انت شو بتحبي كاتيا؟ هلا انا بحب الفخذ بس هون بعتقد كل شيء رح تحبه لانه كثير صغير الطريقة رح تكون على الحالتين. وبعدين مع جاد على طول بتبقى كثير من جوا جيتوز لو كان صدر سو ما بتبقى. خليني اعطيكم سو بنرجع بنقول انه هيدي الدجاجه هيدي شو وزنها قلنا؟ هون 800 جرام عم نحكي هيك يعني قبل الذبح بعد الذبح 800 يعني هيك 800. يعني هي تعتبر دجاجه صغيره؟ ايه اكيد. بدها ساعة و لا هون اخذت معنا 50 55 دقيقة هون عندنا بس إلا بدنا ساعة يعني. نلفت نظر انه دائما فرننا اسرع من الباقيين لانه شوي فرن مش غاز. فرن بيت مزبوط يعني فرن الغاز اكيد عم نحكي عن 20 دقيقه مينيموم. وبرجع بقول دائما قصه الوقت بتتغير على الفرن خاصه اذا دجاجه اكبر كمان ايه ما في شك اكثر. طيب ناخذ صدر وهون اكثر شيء رح نستطعم بالصوص بتصور الصوص هي اذا بدك نص الخبريه الصوص ايه لانه هلا اذا على بالك تاخذي بعد من الطنجره والفوغرا كمان فوغرا انا جربت احط لكم رح ندوقها تحت الهواء نحن رح ناخذ وقت يعني واضح انه كثير كثير طيبه ما بدها اثنين يحكوا فيها رح ناخذ وقتنا تندوق تحت الهواء مشاهدينا رح ننتقل شو في عندنا بعد البريك هات يا رح نحكي عن التصلب اللويحي اليوم بعد البريك مشاهدينا نحن راجعين.